Proteolytic bacteria can hydrolyze proteins because they produce extracellular proteinases. إذا تستطيع أن تحلل البروتينات لقدرتها على إنتاج البروتينيزز الخارج خلوي. مثال عليها الميكروكوكوس، ستافيلوكوكوس، باسيلاس، كلوستريديوم، سيدوموناس، ألتروموناس، فليفوبكتيريوم، الكاليجينز and some enterobacteriaceae and previbacteria. Lipolytic bacteria able to hydrolyze triglyceride because they produce extracellular lipases. تستطيع أن تحلل التريغليسيرايد لقدرتها على إنتاج الإكستراسيلولار لايبيزز. مثال عليها الميكروكوكوس، ستافيلوكوكوس، سيدوموناس، ألتروموناس، and flavobacteria. Saccharolytic bacteria able to hydrolyze complex carbohydrates. تستطيع أن تحلل الكربوهيدرات المعقدة. المثال عليها الباسيلاس، الكلوستريديوم، الإيروموناس، سيدوموناس and انتيروباكتر. Thermophilic bacteria able to grow at 50 degrees Celsius and above. هي البكتيريا المحبة للحرارة التي تستطيع أن تنمو بدرجة حرارة 50 فما فوق. من الأمثلة عليها الباسيلاس، الكلوستريديوم، بيديوكوكوس، ستريبتوكوكوس and لاكتوباسيلاس. Psychrotrophic bacteria البكتيريا المحبة للبرودة. Able to grow at refrigerated temperature less than 5 degrees Celsius. تستطيع أن تنمو بدرجة حرارة الثلاجة أقل من 5 درجة. من الأمثلة عليها السيدوموناس، الألتروموناس، الألكاليجينز، الفليفوبكتيريوم، سيريشيا، باسيلاس، كلوستريديوم، لاكتوباسيلاس، لوكونوستوك، كارنوبكتيريوم، ليستيريا، يرسينا and إيروموناس. Thermoduric bacteria البكتيريا اللي تقاوم درجات حرارة البسترة. Able to survive pasteurization temperature treatment. إذن تستطيع أن تقاوم درجات حرارة البسترة أو معاملات البسترة. من الأمثلة عليها الميكروكوكوس، الانتيروكوكوس، اللاكتوباسيلاس، البيديوكوكوس وسبورات كل من الباسيلاس والكلوستريديوم. Halotolerant bacteria able to survive high salt concentrations more than 10%. إذا هي البكتيريا المحبة للبيئات المالحة، تستطيع أن تنمو في تراكيز أملاح من 10% فما فوق. مثال عليها باسيلاس، ميكروكوكوس، ستافيلوكوكوس، بيتوكوكوس، فيبريو and كورينوبكتيريوم. Aciduric bacteria able to survive at low pH less than 4. إذن هي البكتيريا المحبة للحموضة، تستطيع أن تعيش في بيئات ذات pH مخفض من 4 فما دون. من الأمثلة عليها اللاكتوباسيلاس، البيديوكوكوس، اللاكتوكوكوس، الانتيروكوكوس and ستريبتوكوكوس. الأوزموفيليك بكتيريا can grow at relatively high osmotic environment. إذن هي البكتيريا اللي تنمو في بيئات ذات أزموزية عالية. من الأمثلة عليها some species from genera Leuconostoc, Staphylococcus and Lactobacillus. Gas producing bacteria produce gas CO2, H2, H2S during metabolism of nutrients. هي البكتيريا اللي إلها القابلية على إنتاج غازات مختلفة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز الهيدروجين، غاز كبريتيد الهيدروجين خلال إلها للمغذيات. من الأمثلة عليها species from genera Leuconostoc, Lactobacillus, Propionibacterium, Escherichia, Clostridium and Desulfomacula. Slime producers produce slime because they synthesize polysaccharides. وهي البكتيريا اللي تنتج السلايم اللي هو طبقة لزجة خلال تصنيعها للسكريات المتعددة. مثال عليها Xanthomonas, Leuconostoc, Alkaligenes, Enterobacter, Lactococcus and Lactobacillus.
spore formers have ability to produce spores. إذن إلها قابلية على إنتاج السبورات. مثال عليها الباسيلس الكلوستريديم and ديسيلفوماكولا. Aerobes require oxygen for growth and multiplication. هي البكتيريا الهوائية اللي تتطلب الأكسجين لغرض النمو والتكاثر، مثل السيدوموناس باسيلس فلافوبكتيريا. Anaerobes cannot grow in the presence of oxygen. ما تستطيع النمو في وجود الأكسجين مثل الكلوستريديم. Facultative anaerobes able to grow in both presence and absence of oxygen. يعني اختيارية، تستطيع النمو في كلا الحالتين، في وجود أو غياب الأكسجين. مثال عليها اللاكتوباسيلس بيدوكوكاس لوكونوستوك انتيريك باثوجينز and some species of باسيلس سيراتيا and coliforms. الكوليفورمز species from إشريكيا، انتيروباكتر، ستروباكتر and كليبسيلا. الفيكال كوليفورمز mainly Escherichia coli is included in this group. Enteric pathogens. Pathogenic Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Escherichia, Vibrio, Listeria and others that can cause gastrointestinal infection. إذن هي مجموعة من الممرضات اللي تستطيع أن تسبب عدوى للجهاز الهضمي.